جابوا يعني النادي الافريقي كالترجي الرياضي التونسي يفاوضوا في اللاعب بطريقه مباشره بلا ما يعلم بان اللاعب ملك النادي فاق الصيف. يعني المفاوضه الرسميه تكون مع نادي فاق الصيف ماشي مع اللاعب مباشره. هذا الشيء اللي حيرني، يعني سواء الرئيس الجديد الافريقي او الحمد المدد يتكلموا مباشره مع اللاعب في وقت ما اللاعب عنده عقد ينتهي في 2013. يعني بنور ولا موجود اليوم في الجزائر ياف بنور مع حتى يعني جاوا مشاو للنادي وطلبوا باش يتفاوضوا من اجل وثائق جابوه. اللاعب هو موجود ما بين الجزائر وتونس وفي الطريق ومعاه مسؤولين نتاع الترجي. ايوه يمشي طول عند سي حمدي. والعقد اللي كان تفاوض معاه مع النادي الافريقي ما عنده حتى صلاحيه ما دام وثائق رسميه موجوده لدى نادي فاق الصيف كلها، يعني التسريح وكلها عند الترجي، يعني فسخ العقد اللاعب موجود عند الترجي الرياضي تونس، ولكن باقي كل الامور مفتوحه حتى يوم الخميس ان شاء الله، اما اللاعب يكون افريقيا او يكون بالترجي ولا يكون مكشح كما تقولوا.